تتواصل الجهود المصرية على مستوى أكثر من مسار نحو مساعدة ودعم قطاع غزة، سواء عن طريق عمليات الإنزال الجوي في شمال قطاع غزة أو على مستوى إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية عبر معبر رفح الحدودي. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. تحياتي زملائي في الاستديو، تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. الجهود المصرية مستمرة ومكثفة على مدار الساعة لمساعدة أهالي قطاع غزة، سواء كانت هذه الجهود عن طريق معبر رفح البري، علما بأن اليوم هو يوم عطلة عند الجانب الإسرائيلي. مر فقط 3 شاحنات للغاز وشاحنة للسولار، كل هذا يأتي طبعا بالتزامن مع مساعدات تأتي عن طريق ميناء العريش البحري. يمكن غدا ستصل سفينة تركية على متنها ما يزيد على 2000 طن مساعدات إنسانية وغذائية ودوائية وبطاطين وخيام وغيرها ستتجه لقطاع غزة. أيضا بالتزامن مع هذا مطار العريش بيستقبل عدد من الطائرات المحملة بمختلف المساعدات. أيضا يمكن غدا سيبدأ المطبخ الكبير الذي أنشأه الهلال الأحمر المصري في توزيع وجبات الفطار والسحور على ما يقرب من 10,000 من النازحين داخل قطاع غزة، وتحديدا داخل المخيم الإغاثي الأول والمخيم الإغاثي الثاني، ثم ستزداد هذه الوجبات بعد ذلك حتى تصل إلى 20,000 وجبة. أيضا كان منذ قليل اجتماع بين الهلال الأحمر المصري ومنسقي الشؤون الإغاثية والإنسانية داخل قطاع غزة هنا في مدينة العريش، وذلك لبحث كافة السيناريوهات وكيفية التعامل معها إذا ما كان هناك هدنة خلال الأيام القليلة القادمة، أو إذا كان هناك تصعيد على مستوى حركة سير المساعدات الإغاثية والإنسانية. أيضا يمكن مكتب خدمة المواطنين بالإضافة لمكتب السبيل التابع لمحافظة شمال سيناء يقدم خدماته على مدار الساعة للجرحى والمصابين الفلسطينيين. وأيضا يبقى معبر رفح مفتوح اليوم أمام تدفق أيضا الجرحى والمصابين وتوزيعهم على المستشفيات وفقا لحالتهم الصحية، بالإضافة طبعا لاستقبال مزدوجي الجنسية وأصحاب الإقامات المختلفة. إليكم زملائي في الاستوديو.